الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع مقاصدنا ومقاصدكم. إما باسي شي معك باسي استعارة أصلي معك باس استعارة تبعي معك. قلت مع أصلي استعارة لشيء أكل تشبيه اسمك باسمك وياك أو تشبيه فعل بفعل وناكره. اگر هاتوشتیکی اوامن بدی کل لخصستيكا لجمليكا لآيتكا او بازداني استعاره كتلا استعاره تبعي ما معناه تبعي يعني شي يعني اللي فيشترا او استعاره اللي فعل اسم كان كراوكا معناه مصدر كيدي دواتر لهر مصدر لو مصدر انا فعلك بهمان معناه تشبيهكا ورهيرا طبعا اما حل اخيرا تحصيلي حاصلكا كابو هل اقبل النبي ناوكي ما نقوري وينا كابو هل استعاره كابو كاتبون نلين اما كاك بكر هاناني فعل لغير معناه خويا وانيه بس صورته لصوره كان تشبيه يا بو شي سائب بلين معنى الا شي تيا الا استعاره تبعيه بو يوم سيب راسيل درنجام الاهلي بلاغي على كاك ام بيوتي وكوات ولا قماني خوت على دروس كبير هل بظني خوت اي نعم كاك دي قال مثلا نطقه الحالو يرى ما دام فعل كما النطق ليا كابل راه تمام فعل فعلك مجازيه فعلك نطق حقيقي نيه أو كاتيها ببلن كاك نسبة داني فعل ولا غير ما حقه يسند إليه بتمجاز يا وتانا بلن كاك أنها هاتون إيما شي ما نكدوا تشبيهك ما نكدوا تشبيه دلالتي أما كربن قواني هل كان جامع كيش يعني شي تفهيمة يا إفهامة كيا أو كاتي أتواني وابل بلن كاك بكارهنان يوكو شول إيما وشيك بكارهنين بمعنى حقه دي خوي بدا غير حقه دي خوي مجازة وانيا أمي براسي جولك لما جاز يا بدل استعارك باستعارك حقيقي بيتو إن الله أما تبعية والله ما مصرس التبعية رشتوا باشا جاوتي والقرينة فيهما أي في الفعل والمشتق ذكر الفاعل كما مرة أم ذا كذا كي موت ما كل ما باستعارك تبعي كابو أجل استعارك تبعي بو إباشا قرينة لسبوني أمي استعاريك اللي استعارة تبعية الله قال هاتو فعل فاعل بو يا اسم فاعل وفاعل كيبو او حق من فاعل كيب تقرينا نطقت الحال اللي راح على كقرينا كنطق كنطق حقي حال ناطقات ناطقات فاعل كيب هو قلت بلاجي هي تشد بلا حالك كاو فاعل ناطقه شيء قرينا لسد مجاز استعارك باشا يا خو مفعوله جاري وات شيء به مفعولك خوي دبتجي دبت قرينا وكو امنو نال قتل البخله قتل قتل البخاري يعني فلانك شي كدوا فلانك فخري كشت يا ساكن لا قسرنج بين ام قتل قتل حقيقيه بوجوك بخل اشتقني روحي دربي هند تابل كشتو معنا اي شي كدوا ازاله كدوا لا يبدوا يا مسحي كدوا وانيا يا بخل كي مثلا تركي تركي بخل 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 كدوا كاو جونجه ترك بي اجونجه ازاله بي اجونجه مثلا مسح بي وانيا يكي كلا معنا بي دي كابل ذا كلام قتل البخلاء أي أزاله باشا أزاله يعني البخلاء كي لا بدو كلا لا كابو تيجين أم قتل استعارة بو شو كلا برويك فعل ماضية نسبة دراء بلا مفعولك كمفعول لك أصلا قتل بناشي كابو ديالا ما شيء استعارة شو جوا الاستعارة كا استعارة كي تبعية بو شو كلا بروي الأصل هاتوا لنواني قتلوا لنواني إزالة شيء ما ندرس كدوا تشبيهي إزالة ما كلوبة شيء وانه بقتلك هذا إزالة كمان كمشابهك لا ما بدوا وهاي مشابهي كقتلك يا باس ما كدوا باشام جهاتي لا قتل قتل ما عنده هنا وا لا إزالش زالة ما عنده هنا وا عند تشبيه شيء قد زالة ما كلوبة قتله واضح حبلاكم قلينا كش ما نشيا قلينا كش ما بوني بخلك يا كم قلوبيا كيا كم قلوبيا كبو بقلينا شيء استعارة تبعية كم وأحيا السماحة الله يا فلان كل شيء كده وكرة براسي شعبوشي زندو كده وا أخي سيك بقى شو خوش شعبوشي هيج نية روحي تيا بتاع زندو كاتو إن جان شتي نية روحي درج بروحي تيا كاتو كابو أم سماح إحياء بناشة أي شيء بوشة ولا إظهاري بوشة أظهر السماحة وانية بمعنى شيء كده وا أم كبرة هاتوا سماحة وشعبوشي لنا وخلقات شيء ذكر روني كدو برشاو خستوا ديك اولم كاتيا شي كي الين كاك امج بها ما شوا ام احيايا بمعنى اظهار او قالت شي كدوا وشي احيا من هي وشي اظهار من هي تشبيه اظهار كلا باحيا باشا اظهار كما لا بدو كمشبهه احيا كم المصدر كم مشبهه شو معناته وجهاتين
لإحياء أحياء ما عندنا هنا أحياء لإظهار أظهر ما عندنا هنا أم جاء التصبيح أظهر ما كرب أحياء كيف على كنا إقلينا كمان شيء ولا سماح كي كما فعل فيها كيا شو كسماح إحياء بناشي سماح إظهار بناشي رونا براكم أو المجرور يا جاري ويا قلينا كمان شيء يا قلينا أو المجرور يا خدي جار مجرور كخوي قلينا وقال فبشرهم بعذاب أليم تو مجدام دري بوان بشي بس زاكي سخر باش عقا سنجبين مجدام بوقسي خوشو كشي بعذاب جار مجرور يك مانيرا هيا باسي سزاي سخر قاتو خاص سزاي سخر بكارهن ريب مجدان أما مجدية هرشية وانيا انا كاكا اما هرشية اي باش تشوف هاي جانا فلمي فبشرهم شو فلمي فبشرهم كاكا اما تشبيه انذارك تشبيه كلاب وشراب وإنذار يعني أنذرهم بعذاب أليم. تو بلا بيات السنة بلا أقدار ينكره وأنا أبو عين دان كسزاكي سخت يعني. هي ده هادو شو إنذار مصدرك يا تشمع كل شيء ب ب ب بإبشاره وا بإبشاره وا باشا إبشار مش أبو بيه يا إنذار إيش يا بتبشيره وا يا بتبشيره وا تبشير مش أبو بيه يا باشا إظهار إنذار مشابهك يا أم جهاتين لا لا تبشير بشرة ما عندنا هنا وا لإنذارش أنذر ما عندنا هنا وا تشبيه أنذر ما كروبا بشرة وانة بشرة ما بعض كروبا أنذر ما حذف كروبا إيش عليك مصراحية شيء تبعية خلينا كش ما نشيا والله بعذاب أليمة شو جاب عذاب أليم نقل تبشير أنا دوجي باشا بلام براسي ما دلين القرآن في روزة كاتب كبخلك يبلى فبشرهم بعذاب أليم أو بزان الرحمة شو أو عذاب أبيت ما يسرينوش من بهشتي بويا خوي قرب بفشرنا عليه بعد أو فلسفة كتير لفشت يدي أقل لش بينك أو وعيد يبي أو عذاب بيجي أليم بيا لدى الجهنة بيا لتواني بفشرة باسي ناكا بانتقام وبعذاب شديد ماني بوانا باسيكا فلان بهشت من أخوي قرب أبو شيء فبشري خزي فشري خزة جير فيش عذاب أليم أو بزان خودي أم عذاب بشرة يا بوي بورز قاري ببي اگه انسان لجیانی هتا هتایی و خنده سزار از گالی ببین، او بشرا براسی بو او. اهل برو کابو، اما تو امر من حقت که، اصلا هر بشرا لعذاب شاهیه. اگه کابری اقتابی گست کنه، اگه دست لپولکی خوی آغش یاب کابی گیره براش که او. اگه بله انفصل دکن هتا هتایی، بله انکه که تنها سیحه تفصل دکن. سیحه دکه بلا و خواسته. سیحه دکه بو آم مجدد از گالبونیتی. وانیه يعني كابو بيه مفاهيم القرآن ورتله والله ما بقول نسق صيح خوان كابو لما يستعاره وباشا صار صحيح هذا كبرين أجينا معناه أو دي براسي لو دوبتي القرآن في روز وكم والله مفاهيم معناها هل كان بخوي مفهوم كي كشتي زول مهم هي والله ما ورتله لو كلمة تيجي هوا سطحي أما معنى سطحي كي كم ورقي معنى ظاهرة كي أما معنى معنى كي تري براسي أو ده أنا جوريه لم كاتيه أربع شهادة وحقيقة شن أو الحال والمقام يا قرينا كمان كاك والله نم مفعوله نفاعله نجار مجرور اي شيء والله شفينك وحالك حد صفتك كذاك جيك كيف كوي بوخي قرينه انا شلون اشتي وعابه على بابا قتلت زيدا زيد مكشت زيد اللي قال وقت انا شو بدي اكني كوا كونا كشتوا مقامك بيقول لك ام قتلين جناين كيشاك انت يلا انت ما ضاوا يعني باش انت هالضاوا على الله فلان كاس كل شيء سوسيك مالك كوي كشت اكي اجي سيجن مالغش بو حدان شو زل قدي لو او مقامك تي تيغينه كام كشتنا كشتنا حقيقيين يا اي شيء ضرب شديده يعني كابو قال قتلت زيدا يعني قد يعني ضربته ضربا شديدا لم كاتيا قتل الليله ده لقوا ضرب على تشبيه ضرب كلاو بس يو ضرب شديد بقتله باشا كابو ضرب مشبه قتل مشبه به ام جهات لا وشيء لقتل قتل ما عندنا هنا لضرب جرب ما عندنا التشبيه ضرب كلا بقتلوا اي ضرب ما لا بالدواء قتل ما باس كير بحكم مقامك الدليل ولا سريك وعم قتل قتل حقيقي نيو استعاره واضح ابراكم ويل اي ضربته ضربا شديدا اي وجه شباكه بيننا والله كاك ازار خوادن وعزيدانك يا وقلت شون قتل الإنسان عزادة كشتني أعواج جاري واحد بقدك كشتنك لدانيش بقدك كشتنك عزادة فيها جينا كابو هدو كان جامعك تلين يعني أنا سزادانك يا أنت علي وفي الثالثي أي التشبيه في الحرفي لمتعلق معناه أم جاشين ما قو قرينة والقرينة فيهما قرينة لشي أبو تايسا باسي نعم قرينة في نعم قرينة الفعل معناه فعل تايسا
فهي سبات يجيب وما قرينة فيه ما لفعل معنى فعلا في استعارتها بقية قرينة لفعل معنى فعلا يا ذكر فعلك يا مفعولك يا مجهولك يا حال مقامك يا أي لسيهميان كحربو نقول استعارة لشيء تشاكين لفعل وأنا مشتق لفعل ياخذ لحرفة تبيد ما أقول ديو استعارة تبعي أو حرفا أود وأنا يعني بس كل ما أقول شيء قرينة لحرفة كهالشيء أجل هاتوا استعارة ما طبعا استعارة لحرفة واصني حرف هو حرف جيتن إذا مثلا إما علين في بمعنى شيء ظرف يدا أجل في بمعنى على بكاربين دي استعارة أجل علين با وقسمة أجل بامن بمعنى شيء بمعنى استعلاء بكاربين بامن بلا بظر فينا تبغى تعذبني حقتك شو بعد معنى حقتي قوي هي جيلو معنى أنا بدل مجاز أجل بابا كاربين بو استعلاء مجاز بلا بظر فيه هي قوي دي حقتها دخلت وين صلت بالمسجد ما نه وهاي هشان عندك توان يقول لك أو معناها مجازية شو كا باهر وشي بو تعذيب بو إصطاقة أو هاي تقول معناها هي مجازي أتوان يوش بلي بلا قوان بلي مجازي كابا قد هاتو أم حرف أنا ما بكر هنا لمعنى هي غيري خويا أقل مثلا بولا من الإله بو انتهاي غاية باشا أقل بتم إله بو ابتداء غاية أوكي استعارة بتم شيء بتم استعارة وايه برام مين بو ابتداء غاية ولا بو انتهاء غاية معنى إلى به وعن انتهاء استعارة آه جال وفي الثالثي وتقرين لس مكان كقرين الاستعارة حرف هذا وتشبيه حرف بحرف وكرابه أو قرينك شيء لمتعلق معناه بعشا جاك باش تشبيه كبوشيا تشبيه حرف بحرف لكوايك خدي حرفك بحرفك و خدي حرف بحرف ناقري الله تشبيه استعارة تبعي استعارة تبعي لتشبيه حرف بحرف و لكي على بس هي استعارة كاكين لمتعلق معناه لبرشتي كوا معنى حرف كفي وني في وبس هو يعني شيء مقسم يعني شيء يعني دلية تشبيه حرف بحرف ناكري أي تشبيه كيا كم كوا حرف لقل متعلقة كيا تشبيه كم حرف لقل متعلقة كيا أو كلامه بجوتة الله نجفت وايا حرفك يجفت لقال حرفك يجفتي تلا وهذا حرف لقال متعلقة يا بس متشويق بحرف لقال متعلقة كتري خويا جاءوا كاتا أنا شيء نوصل فعل معنى فعل أجر عواجبي ما وصل سكاكي أما هرناك توصل بزمي فعل معنى فعل تبغى شيء كذا بس يا كأجل لي متعلق معناه هو خود الله متعلق حرف يا فعل يا معنى فعل ديك أبو هل أبو وين يا قربان؟ بلام ضليك كيان والمراد بمتعلق معناه ما يعبر به عنه من المعاني المطلقة كالابتداء المطلق باشا ونحوه لردا تفسيري كودا خورز قالك أعلق سيك هوتما يقول بقى أجا متعلق فعل ما بس به كفعل يا معنى فعلة أو تدا سد ومك أو يكمل دوما ككواب أمس يا ما في إذا باسك هل قال وأنا إيه بلا ملك هاك ما بس إما متعلق معنى أها ما بس إما بولين كبوشتي كوام متعلق واتا بيوان داري معنى حرفة كيا شيا ما أو معنى إيه يعبر عنه كذا قدرته تعبير كريه لباتي أو معنى إيه بشي من المعاني المطلقة لمعنى رها كان ببيبوني في عليك ببيبوني حدث الخدي معنى مطلق ما طبيعي قال لي اشكالاني كعلماء النحوي اشكالي تدرس كان توزع قرصة عن اشكالها بكت لك اول بيبلم كاد قال بان منين مين بوشي مين بو ابتداء شيء بو ابتداء غايه اگر بو ابتداء غايه به كاب ابتداء غاية متعبة بابتداء فعلك هو وانيا أقول جي ابتداء ببوني فعلك كابو ولم شيء الله يبصر سرت من البسط أكلت من البداية بدأت من البداية وانيا حميا بدأت من وكابو أم بدأ أم ابتداء ببوني حدثك درزنا عليه ده كابو شنو سقسكي كمان الفعل ما فيه وانيا بلا ما وصلك هكا نعم هي ما كانت بس متعلقه معنا قال مين بو ابتداء مطلقه ببدل زمان ومكان فعل
من بو ابتدائيه بو دست يا كدنا اعمل تعلق يا ماري دست يا كدني بس رود ببدل لجي لفي عليك هذا دست يا كدنا الى بو انتهاء غايه انتهاء انتهاء مطلق ببدل لفي عليك الضرب بيا كتب بيا سفر بيا يا سافر لي او انت يا مخرب انا بعد ما وصلنا لك بس الذهب مثلا اكل بدا ما ند ولا اخر بس ابتداء ابتداء قال معناه من شيء ابتداء ابتداء معناه الى شيء انتهاء معناه في شيء ظرفيتي مطلقه بس مطلق نيلك يعني بفي عليك اه نيلك يعني بفي عليك اه الله انك قال متعلق في معنى حرف يعني اما يعني ام حرف خوي بو خوي بو جدان راوه ام حرف دان راو بو معناه كي مطلق كي ابتدائيه اي ان دان راو بو انتهايه اي ان بو استعلاء اي ان بو ظرفيه اي ان بو تعديل مطلق اي ان بو الساق مطلق رونا اي مثل مثلا بو شيء مثلا بو نون حرف كان عندك وثمان مثلا في في خذ دان ظرفيه دي مطلق ايه لام بو استملكيتي مطلق يا يعني استحقاق استحقاقي مطلق ديك لو انا ببذر لبوي في عليك او كذا كلام معنى كان شيء بون عام بو على انك تشبيه كذا بد او معنى مصدر عام ما اكري شيء اكري كابو كات اجر هات مين تشبيه كذا بعلاوة تشبيه مني ب ب على حرفه تشبيه ابتداء باستعلاء هنا او كذا هو تشبيه مصدر ومصدر مع مسم باسمه واضحة كابو هلا كان ابتداء مطلقي وكو شيء ابتداء رهاية إسلام مين ابتداء رهاية وعني أبو ابتداء غاية بطلق ما بي أبوني بفعل يكو ونحوه يا نحوي ابتداء مطلق وثمان ظرف في ظرفيتي مطلقة إلى أبو غاية شيء انتهاء انتهاء مطلقة باشا انتهاء مطلق أو كذا فيقدر التشبيه جام ذاك وامك أو كذا شيء كذا كذا يعني تشبيه لمعنى مطلق كان أكيد تشبيه ابتداء كين باستعلاء ابتداء كان بانتهاء ظرفيتك كان بابتداء ظرفيتك كان باستعلاء تشبيه كان لبكرة واضحة أم جهاتين أو بي تي كي استعلاء يا أبو ظرفيتا بكرة هنا بمعنى استعلاء قال ليش ما صدقنا هو جاك أبو مدام وأبو لبر معنى مطلقة كأي مدن التشبيه كان فيقدر التشبيه في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل للاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة في مطلق الاستقرار كواتا يا ما أنا إخوائي قراء فالميل باسي فرعون وتي سوين إخواتي وعزتي خوم هطان واسم أصلبنكم في جذوع النخل لناو لناو لقدار فما كان لما وصلت جات إخوة صلب لسريع لناو هل واصين بس تلي على راس يا ختنا اليوم هل إن كاك إجيان أم في يد إذا استعارة أم في يا استعارة بو شون كالظرف يدي مطلق تشريك لها وشي هو باستعلاء واضحة أي قلنا كمان شيء وصلي بأنكما ناكري في معنى ظرف يدي في معنى استعلاء رونا كابو شي كلا وتشبيه شو نكري للاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة دي تشبيه استعلاء كراوة بظرفية توا لا شيء وجه شبكان شيء مطلق استقرار لا هل بك أنا هل جي جيرمونا شو هالي واصي هذا وصيف يا وي شي بي خد أنا بيت يا وصي توا هل بك أنا شي أنا يا كارا وصان وقرار قبتن كابول تشبيه أم لا في كراوة بعلاوة أم جاد على كاي استعلاء كشيا على تكي على كاي حضر كراوة زي مشابه بها كمان كفيك يا باص كلام كاو يستعلك شيء مصرحي تبعي مشابه كمان كاستعلاء على كحظر كلاوة فيك ك للملائم مشابه بها كصفة دي مطلقة باص كلاوة قال نكش مع شيء أصلي منكما كاو فيستعار لفظ المشبه به للمشبه شيء كلاوة هاتي خواص ما لفظ مشابه به كا كيا كظرف يا تكيا بوكي مو مشبك كشك استعلاك كعلاك كابو في ما نخواسته بوكي بوعلا في ما خواسته بوكي أولا أما يا كم جاوانيا ده أم جاش ما كله ثم يستعمل الحرف الموضوع لجزئيات المشبه في جزئيات المشبه أم جاد وعيوا أو حرف كذا رابو بظرف كفيا بكاد من هنا باشا
لشيا كذا بكا كدان راو بو جزئياتي مشوبيك جزئياتي ظرفكيا مشوبيك ظرفي ذكيا في دان راو بو جزئياتي كاني جزئياتي ظرفكيا شيا لنا غرفكيا لنا مالكيا لنا سياركيا لنا بازارا لنا خانوكيا او كلن جزئياتي جي ظرفيا وايا او في كدان راو بو جزئياتنا بكار من هنا لشوينيكا كابايا علاتي بكار بهذا لجزئياتي كيا مشبهكا كشي استعلاء كلا سربونك ولا بلاكم ثانيا دوام جار او ماكن كاو بيا كم جار شي ماكن يا كم جار خواص من هاتين بو على في ما خواص واي بلاكم او تشو قال نفذ مشو بيا كم خواص مشبهك ام جاد واي هاتين او حرفي كدان راو بظرفيه بكار من هنا لجزئياتي علايا كبو استعلاء كبو استعلاء والله انا راسي الم اعتدى من ضيم دي سنه ضيم القرآن كذا فميل أصلاً اللي بنبو في جزء النخل أمشي وازي هالواصيني في العون هالواصيني بفرد نبو هو إيه موازين الصلب الصلب في العوني دار كان دبران كيش دكران هو كذا 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 بنايا دار كذا شقيه سنج ولا دروا هو أمر فيه وين هالواصيني عدامينية ويا التعبير كيف القرآن إذا التعبير كان لشدة عقوبة كي الله ويا أصلي بنبو في جزء تتان خمن ناوجس أكانوا جزء كان ذكاء بناو روح يعني بناو جسدي أنا واضح أبرام أو معنيه دي وكنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.